دخلت حالة الطوارئ الصحية في مدينة برشيد حيز التطبيق ابتداء من الساعة 6 من مساء اليوم الجمعة 20 مارس الجاري تنفيذا للقرار الصادر يوم أمس، وذلك للحفاظ على الصحة وسلامة المجتمع المغربي. وتدريجيا التزمت الساكنة بالقرار الصادر عن الجهات المختصة، حيث لوحظ خلو الشوارع والأزقة من المارة، كما أن السلطات الأمنية تقوم بجولات بكل أحياء المدينة مع الانتشار لعناصر الأمن والقوات المساعدة بمختلف شوارع المدينة. وكان بلاغ لوزارة الداخلية قد أكد أن القرار يأتي في سياق التحلي بحس المسؤولية وروح التضامن الوطني، وبعد تسجيل بعض التطورات بشأن إصابة مواطنين غير وافدين من الخارج بفيروس كورونا كوفيد-19.